بلا شك المملكة العربية السعودية تدرك أهمية الأسواق الصينية وأهمية التواجد في مثل هذه المعارض للترويج للفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وللتعريف بجودة المنتجات الزراعية السعودية ولبحث سبل التعاون والتبادل التجاري وتعزيز الشراكة السعودية الصينية. نتطلع بإذن الله من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق مستهدفاتنا في زيادة الصادرات إلى الصين وفي أيضا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.